وهذه حفيدتي الصغيرة، وكنا ننتظر قدومها بفرحة، ولكن الحرب أطفأت الفرحة في قلوبنا بسبب المعاناة، بسبب يعني عدم توفير الخدمة الصحية، والآن نحن عايشين في قلق وهم كيف نوفر لهذه الصغيرة غذائها. يعني ما كناش نتوقع إنه بيحدث لنا هذا الظرف المأساوي، وأجنب بهذه الصغيرة تعيش هذه الظروف. طبعاً هذه الحرب سببت لنا مأساة، تسريحنا من أعمالنا وشغالنا، والآن أصبحنا نعاني من نقص في المونة، نقص في المال، لدرجة أن المواد البترولية مش متوفرة، كل شيء رجع طابور، إضافة لكمية الناس النازحين إلى المناطق اللي هي آمنة، وهي أيضاً ليست آمنة، لا ندري إلى متى بتكون آمنة، فالوضع مأساوي بحت. لازم الحرب تخلص ولازم يكون في حوار. من منطقة كريتال، أنا أروح، أنا أقعد على البيت وأستي أرجع عدن، ومعي ألعاب كتير في عدن وأشجع عدن. هناك كان معي عشا حلوة، وبعدين كان معي فلاش كده هنا يمتاز علي 3 أشخاص، ونحنا وهذا الجهلة هي بنت جدي، وهي حلوة ومميزة وغير ميلة أقول الحليب إلا بجدها قوة وعزيمة. In March 2015, the Houthis, the rebel movement that had been in control of the north of Yemen for several months, entered Aden, the country's second largest city, where President Hadi took refuge when the rebels seized the capital, Sana'a, in February. The president fled, and the Saudi-led coalition, in conjunction with Yemeni armed groups and tribesmen, launched a major offensive against the Houthis. The city of Aden was soon split in two, divided by a front line with the Houthis on one side and the southern resistance on the other. Fighting and bombarding occurred daily, resulting in what amounts to a blockade. Hardly anything has got through to Aden, and the shortage of imported goods like petrol, bread and meat is intensifying. The Médecins Sans Frontières hospital, already running before the war, now finds itself in the area held by the southern resistance. It was soon overwhelmed by the large numbers of wounded, sometimes up to 100 patients a night. In Crater District, on the Houthi-controlled side of the city, which many people have fled, Médecins Sans Frontières is running an emergency medical post. Department here is in Aden Crater. The people cannot transfer to other area because the way is blocked. We receive here the patient of the world suffering from gunshot or sharpener. There are now many diseases, dengue fever, typhoid fever, and malaria. Here, a lot of patients suffer from this. It's endemic area for diseases. But we cannot receive malaria or typhoid fever or dengue fever. There are no medication here. Dengue fever, some patients suffer from bleeding. We cannot do anything, need blood transfusion, but there are no blood bank, no blood transfusion here. طبعا اهل كلهم نازحين، انا لوحدي،
في صعوبة، نواجه صعوبة طبعاً في الغذاء، في الطعام، في من ناحية العلاج. تمام، العلاج الوحيد الذي تمام، العلاج الوحيد الذي متوفر، باقي الخدمات الطعام والشرب هذه كلها في صعوبة. هذه الحرب صارت لنا فجأة، ليس لنا فيها أي ذنب، قتلونا، شردونا، يعني عانينا من هذا كثير، وصلنا لمرحلة أن ممكن يعني نقلل من وجباتنا في الأكل حتى يأكلوا الصغار. معنا أطفال في البيت كانوا يعانوا حمى، ارتفعت لهم الحمى، لم نستطع إسعافهم. المستشفيات والمستوصف والمستوصفات مع الأسف كانت مليئة بالجرحى والقتلى، لم يستجيبوا لأي أمراض موجودة يعني يعاني منها الناس سوى الأشياء الكبيرة. لدينا صغيرة في البيت مصابة بتكسرات الدم، فقدت الكثير من الدم ونزل مستوى دمها، ولم نستطع إلى حد الآن أن نقوم بأي عمل يعني ممكن أن نركب لها دم أو ننقل لها دم لحد الآن، وذلك لأن المستشفى الوحيدة في عدن والتي تستقبل حالات تكسرات الدم هي مستشفى الصداقة في المنصورة. كانت بالنسبة لنا يعني مخاطرة كبيرة أن احنا نروح إلى مستشفى الصداقة، والمعروف عنا كلها في تلك المنطقة عبارة عن منطقة اشتباكات خطيرة. يعني وصلنا لمرحلة أن نفضل أن نموت ونجعل نراهم يموتون أمام أعيننا دون أن نحرك ساكنا. وما أن تسنت لنا الفرصة أن نخرج بعد سقوط عدن كريتر، استطعنا الخروج بأعجوبة وبفضل الله تعالى الحمد لله. رأيت إلى جيراننا وهم ينظرون إلينا نظرة حزن، وكأنهم يقولون أنتم لديكم مكان تذهبون إليه، ماذا عنا نحن؟ نحن عانينا الكثير، هذه الحرب لن تقلب لنا إلا كل الآلام وكل المشاكل، نسأل الله تعالى أن يفرج علينا. Adult male, he did an amputation for the right leg above knee before 2 days. Yes. Patient stable, but yesterday he has 2 attacks of fever and HB was low, 5.5. Request for blood transfusion, fresh blood, did yesterday. وعلى طول يعني وصلت لهنا وما غسروا، قطعوا يعني بترول رجلي واستأصلوها، صح تقبلت بحزن واكتئاب ان خلاص حياتي انتهت، أنا ما عندي خلاص ما عندي أمل بالحياة، أني ما راح أعيش إنسان كطبيعي، بس مع الأمل مع الله سبحانه وتعالى، مع الأهل، مع الصغار، مع تغلبت على هذا المرض. إن شاء الله المخلوق من بعد الطباب الواحد إن شاء الله سافر وأدرس وخلق دراستي، سافر لدبي وأشتغل وأكون نفسي وأتزوج، إيش حياة طبيعية كأن إنسان كامل، ما في حاجة ناقصة. In the southern resistance-held districts, people are living in increasingly difficult conditions. Rubbish is no longer collected, and finding food is becoming a daily battle. In Enma district, many displaced people have taken refuge in apartments abandoned when their previous occupants fled the fighting or went north. جمعت أهلي وأولادي، نحن تقريباً 11 نفر مع بنتي وزوجها وأولادها في سيارة واحدة ما تكفيش حتى 5-6 نفر، دبار صغير جمع كل إحنا فوق السيارة، وخرجنا من بدأنا من نقاط خارج كريتر، قلنا لهم لا ارحمون إحنا، قالوا لازم نزلوا عفشنا ويفتشوا السامر، قلنا حرام يا ناس إحنا في اليمن، إحنا اللي نتعامل هذه المعاملة، إحنا من المواطنين، إحنا إيش لنا دم بهذه المعركة وذا، المهم خرجنا والرصاص فوقنا، إنه تقزع من نقطة إلى نقطة، تجي على النقاط فيها رصاص،
النقاط فيها القذائف فيها كذا فيها كذا الى ان وصلنا الى منطقه الانماء وحسينا شويه عادوا بامان. لما كنا في منطقه سكننا قد تعيد الكره انه لا زلنا نسمع اصوات المدافع واصوات تاتي الى منطقه الانماء ونحن خايفين ايضا من القادم. هذا المطبخ مطبخنا مطبخة النازحين وهذه ثياب المضحايا فوق تخاخر حق الأكل وهذا السامن وضعفر كل مكان ونحن نطبخ ونحن مش متعودين على الشولة هذه نحن متعودين نحن نطبخ الأكل نحن واقفين وهذه الجلسة تتعبني يعني وأني تعبانة في عندي ضغط وعندي سكر أني وهندي حركات من الطبيخ هذا والحمد لله إيش بنقول لهم أمرهم. In addition to the hospital and the emergency medical post in Crater, Médecins Sans Frontières regularly sends medical teams to districts with large numbers of displaced people. Something dangerous for us? Not safe. Something. Yeah, yeah. You are responsible for that, Nabib, and for security issue. You can say with all the staff, come on in the car, let's go. The aim of these weekly visits is to offer follow-up care to patients unable to move around due to the fuel shortages caused by the blockade and insecurity. It's the patient. Assalamu alaikum, it's our patient. Mohammed, how are you? Okay. Now we do the dressing here. Tamam, no need to go in the hospital. Okay? You can come here because you live here. Okay? If there is other patient that was discharged, and they can reach our hospital to come here to follow up here. How old are you? 20. Gunshot in the... Then we have to go. Okay, finish here. Yes. Yes, today's. Then, let me close everything. Let's go. Now we have to leave because there is a it started to clash it and then we have to leave. In the beginning, a lot of fighter coming. In this time, a lot of civilian returned bullet or destroy the building, especially for children, and it's a sad story. When you receive adult, he's adult, but you know, the children, the child, less than 5 years old, it's a big deal for us. إذا داخل وسط المدينة الآمنة المليئة بسكان تضرب بسكان ونحن داخل الشقان نايمين لا نحارب ولا معنا أسلحة ولا معنا غنابل ولا شيء وسط المدينة تجينا القذيفة وتقضي علينا تعورناها هذه زوجتي شظية في القمقمة في الرأس ده صار in his head and in his back here. برضه واجهنا صعوبة في النقل لأن استهدفوا سيارات الإسعاف برضه يعني في أي سيارة أسعفت مستهدفة من قبل الحوثيين حتى لا ننقذ مريضنا هذه المشكلة الحين مشكلتنا إحنا مش في الحمد لله يعني في الشظايا الحمد لله قاموا في الواجب هنا في أطباء بالحدود لكن مشكلتي هنا الأكبر هنا في الولادة الآن قضى في الشهر التاسع يعني باقي لها أيام لا نعرف فين نوديها يعني في ملاقة صعوبة جدا الآن في توليدها يعني
هي دي المشكلة يعني. وأنا غلطان جدا. I'm worried about the baby. We haven't also medicine. We haven't water. We haven't electricity. We haven't food for eat. We are hungry. Two days never we never eat anything. Also drink. Look, no water for drink. هذه علاج صباح ظهر ليل مدة أسبوع تمام. أنتبيوتيك؟ أنتبيوتيك تمام. وهذه حبة لو في حمى في ألم ما قدر استلام تمام. بيارين. أوكي. تسلمي. الله يعافيك ويسلمك إن شاء الله. دعواتكم. يلا السلام عليكم. يلا. This is Adana. This is the city of the beast. Look, what happened in Adana. ونحن هنا لهم أكثر من أسبوع لا يوجد نفط. أكثر من 1000 نفر مطبرين، أكثر من 1000 سيارة الآن لمدة أسبوع. نحن هذه المحطة أسبوع لا يوجد نفط، لا يوجد ديزل، لا للمخابز الروتي، لا للمستشفيات، لا يوجد أي شيء من مقومات الإنسان. انعدمت الحياة في هذا الحال. الناس يعانون معاناة شديدة. كل الناس أصبحوا لاجئين من مكان إلى آخر، وكل ما هرب من مكان وجد المكان الآخر أصعب من الأول. نتسوق نشتري ثياب نشتري عبايات. خرجنا حالتنا حالة من داخل كريتر، شردونا بثيابنا وبعباياتنا، حتى ما أخذنا أي شيء معنا، لا ملابس أخذنا ولا أخذنا معنا أي حاجة. فلوس نشتري أشياء للبيت. لماذا فكرت بغير؟ الضرورة لها أحكام. عندما شعر، وليس أنا وحدي، أنا وغيري القصر، تخيل أن يكون القصر إلى منازلي إلى
أحيائك إلى جيرانك إلى البيوت اللي بجوارك اللي هذا. يعني نحن لا نسلم من القصف، ما درينا من يقصف إلى 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 عندنا إلى منازلنا، فلانا أو زعطان أو علان، ما درينا من يقصف. ماذا تعمل؟ إذا كان ما عندي 5 أولاد، أنا عندي أمي والحالة لا تروها، إلى أن توفقنا بفضل بعض الأصدقاء والأهل حصلنا هذا المأوى، ونحن ننظر إلى هذا المأوى كأنه قصرا كما ترين الحالة. إحنا ياسي فوق بلاط، فوق البلاط، والكهرباء لا توجد، والمياه متقطعة، ولا ثلاجات ولا مياه باردة، ولكن ايش نقول؟ انها الحر، انها الحر. اذا كان امي بهذه الحاله تجيب الكاميرا اللي عندها، لا اوجد، لا اوجد لها اي مشفى، وانا ليس القدره، الراتب حقي 3 أشهر لم استلمه، اضافه الى زوجتي لم تستلم راتبها، من اين اتي مقدار؟ نشحن احنا من الشوارع. انتظرنا هناك في الرصيف الا اذا في القذيفه جت فوقنا، فوق المواطنين كامل. بعد كده ازهت شنام نفسي وعيالي، يلا يعني حوطت على عيالي هكذا اشتي احميهم. بعد كده حموهم الناس، يعني انا واسمه عيالي حموهم الناس. وقت الانفجار حسيت يعني اكيد باحساس اللي يشتي ينقذ نفسه ينقذ عياله، مش عارف ايش يصير له. اللي قدرنا نخرجها راحت وقت الانفجار، حتى الملابس ما قدرناش نلحقها. شفنا مشي كيف ملابس ما قدرناش نخرجهم، لانه وقت الانفجار يلا واحد يقول يخرج بنفسه يكفي ان انا يعني انقذت عيالي وخسرت امهم. Thank you.